بعد التأكيدات القادمة من إيطاليا بخصوص موافقة السفير تايدر بالانضمام إلى صفوف نادي ساوثامبتون الإنجليزي في صفقة مقايضة مع المهاجم خوان بابلو أوزوالدو، كشفت قناة سكاي سبورت الشهيرة أن الدولي الجزائري سيخضع للفحوص الطبية يوم الثلاثاء المقبل. تايدر، وبعد الإشادة الكبيرة التي تلقاها من المدرب الهولندي لساوثامبتون رونالد كومان، قرر اللاعب الموسم المقبل في صفوف النادي الإنجليزي، ومغادرة إيطاليا في تجربة جديدة سيحاول من خلالها بعث مشواره من جديد بعدما تعثر لنصف موسم رفقة نادي إنتر ميلان.